غادية في العلف لا تقعد بدرية في هالمكان. يا عبد الله الله يبارك تبارك الله اليوم تبارك الله. أمو سلعة الدرا واش راهي هذه تبارك الله. هاي درج ليلة تبارك الله طيب على البخار اللهم بارك. الله يحفظك ويدير في الصلاة. حي الجمهور حي محمد حي الجمهور. السلام عليكم الخوت وصباحكم مبروك وحياكم الله اينما كنتم الخوت اللهم بارك. اليوم راه تنتواجدوا في سوق اربعاء الفقير بن صالح الخوت احسن سوق في المغرب في المليح بعدا في السردي الله يبارك بارك الله اللهم بارك. اليوم راه فيديو بتاريخ 22/6/2022 الخوت اللهم بارك تبارك الله. السلعه راه البدريه بعدا راه السوق غادي اليوم تبارك الله. هو المرضي الثمن شحال؟ هذه راه السوق اليوم حامي تبارك الله في البدري ياك الله يبارك. لا لا قرقاع تبارك الله الله يبارك. الثمن شحال حامين؟ 110. لا قول لنا باش شاري الله يرحم والديك. ايه والله حافظك 83 راني حاضر ليها راه بغيتها نشوف واش لا مليحه الله يبارك تبارك الله. 83 الخوت 4000 و150 درهم. لا لا كاين المليح الله يعطيكم الصحة بارك الله تبارك الله. راه السوق غادي اليوم الخوت هذه تبارك الله فقي بن صالح 83 باش خداو هاد الناس هادو راه حاضر ليه المشي 4150 درهم الله يبارك. شحال من راس يا حميد؟ 15 حولي الله يبارك تبارك الله. الخوت بغيتكم تنقشوا عينيكم في هذا الخير تبارك الله الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المليح الله يعطيك الصحة عشاق تتايلها تشوفي المليح تتلاحي من فوق الحائط فوق السور الله يبارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك الخوت. كاين الزينة الله يبارك بارك الله الخوت مقان مقاق ها علف قديم الله يعطيك الصحة تبارك الله. هذه راه من كانت صغيرة وهي غادية في العلف لا تبقات بدرية بحال ما هكا اللهم بارك الخوت تبارك الله تبارك الله. ها دجاج البلدي ديال البادية تبارك الله. حميد خويا الله ييسر لك الامور تخلي النيميرو بعتينا الله يسخر. لا لا غتبع ان شاء الله. ما تقعدش هادي ما تقعدش هاي مولاتي يفطر ان شاء الله. لا لا مليحه الله يبارك والله ييسر لك الامور خو حميد الله يحفظك خويا تحياتي. شو الاتجاه اخر الخوت الله يدير خير. بارك الله الله يبارك الخوت. الثمن المرضي شحال؟ 76 تبارك الله 76 الخوت هذه تبارك الله 3800 درهم 76 سلعة مليحة الله يبارك تبارك الله. فيها الكاسر ياك؟ خصنا الحليب والكاسر. اي الله يحفظك خويا تبارك الله. لا مليحة سلعة تبارك الله. شحال من راسية؟ شحال من راسية؟ 24 راس. لا لا كاين المليح الله يبارك المغليضة تبارك الله وملحمة تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يبارك. قعد ملي قعد ملي خويا الله يحفظك. سامع خويا انا؟ 76 خويا. شحال؟ شحال؟ شحال وصلت دابا؟ 78 وصلت دابا 78 الخوت باش وصلت تبارك الله اللي وصلت دابا 3900 درهم وقطع ب 4000 درهم الخوت الله يبارك بارك الله. سلعه مليحه وملحمه تبارك الله الله يبارك. هاجر مولود سير مولود سير عاد وين مولود؟ علي
نمشيو اتجاه اخر. الله يسر لك المرضي. الله يحفظك خويا. تحياتي. تبارك الله. الله يبارك الخوت. شحال خويا شرقي؟ 43 المشرى. الله يعطيك الصحه. ما كاين مزاح. الله يبارك. 43 الخوت 18 راس بدريه الخوت. هاد السلعه تبارك الله. الله يبارك. شرقي خويا الله يبارك. 18 راس 43 المشرى بجده 2150 درهم الخوت. 43 الله يبارك تبارك الله. البدري راه مليح الخوت وسلعة الدراويش راه يادي تبارك الله. حيدة جليدة تبارك الله. طيب على البخار. اللهم بارك. بارك الله. الله يسر اخويا الشرقي. الله يحفظك. بارك الله. الله يبارك الخوت. شحال عاود العام الثمن قلت لي يا خويا؟ 69 تبارك الله. 69 هذه الخوت 3450 درهم. الله يبارك. بارك الله. خير موجود اليوم الخوت كاين صالح داخل السلعه تبارك الله. الله يبارك. وكاين السلعه نقيه. المرقد ديالها منين هذه؟ بني مسكين. شحال من راسية؟ 17 راس. الله يبارك. بني مسكين المرقد ديالها الخوت. بني مسكين. الله يبارك تبارك الله. 69 الخوت. كما تسمعوا نعطيو لهاد الناس. شو اتجاه اخر الله ييسر الامور. مرضي خويا كيداير بخير؟ الله يحفظك خويا. شحال هاد الخير تبارك الله؟ 120 تطلبوا فيه. تبارك عطاوة. بارك الله. 6000 درهم الخوت. الدماني هذا ياك؟ تسمن ياك؟ ها؟ دم ياك هذيك بنت وادي. تبارك الله الخوت بنت وهي الخوت. الحولية شحال بنتو؟ 34. بارك الله. الله يبارك. صاري في الساعة. راح اللون سبحان الله فيهم تبارك الله. مولاه منين هو؟ مولاه ما بغاش يبان معنا خليه. مولاد يوسف. وتحية الناس ولاد يوسف. الله يبارك الخوت. ها؟ هي الغنم اللي كانت الأولى قبل السردية. بارك الله. الله يبارك. ها الحولية 34 اللي قال لكم الخوت تطلب فيها والحولية تطلبوا فيه 120. 6000 درهم والحولية تطلبوا فيها 1700 درهم. بارك الله. الله يبارك. المرضي الله يسر الأمور. الله يعاون. تحية خويا. الله يعاونك خويا. اسمع لنا صورنا الله يحفظك. شحال اخويا السفره شحال؟ الله يرحم والديك. 34. 34 الله يحفظك اخي. بارك الله. 1700 درهم. بارك الله. الله يبارك. هذه المرقد ديال الاصلي ديال منين اخويا؟ المرقد ديال بالجعد. الله يحفظك خويا تبارك الله. اي الله يبارك. ميرون فيها تبارك الله. راه فايده تبارك الله بالسمونيه. سيروا الله ييسر الامور. تحياتي لكم الخوت. الله ييسر الامور. الله يعاونك. تحياتي. تبارك الله. اللهم بارك الخوت. الله يبارك. الثمن شحال؟ 64. رانا اللي عاطيهم باش نقولها. 3200 درهم الخوت اللي عطيتها السيد هذا. 64 وما بغاش يبيعك. الله يبارك. وما شحال من حوليه يا ولد عمي؟ 8. 8 الخوت هذو. 64 اللي عطيناه تبارك الله. راه ما قنعش معنا. 3200 درهم. خير موجود اليوم في كاين صالح الخوت ولكن راه الثمن باقي بنادم شاد الثمن الكسه باقي ما قنعش باقي ما باغيش يبيع. بارك الله. الله يبارك. شو اتجاه اخر الله ييسر الامور. الله ييسر عمي. الله ييسر. بارك الله. الله يبارك. ولد العم الثمن شحال خويا؟ 78 تبارك الله. الله يبارك. 78 الخوت هذه تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. 3900 درهم لكن المليح. الله يبارك. بارك الله تبارك الله. بارك الله. الله يبارك الخوت. 78 3900 درهم. بلاتي خو كمال الله يعزك. تحياتي خويا كمال. الله يحفظك. كي جاك السوق اليوم كمال؟ السوق 500. وكاين كاين السلعه تبارك الله.
الله يبارك الخوت 78 3900 درهم. الله يسر الشباب، الله يحفظكم، شكرا. بارك الله، الله يبارك. الثمن شحال ولد العم؟ قلتي لي 59 المشرب. واش عطيت كذا؟ عطيتني 50 درهم. في الراس واه. عطيته الله يحفظك خويا، بحال 3000 درهم اللي عطيته لخوت هادو، راه باغي نديهم ان شاء الله للمكازا هادو المحاميد ان شاء الله. الثمن راه كاين وحنا راه ما كرهناش. بحال 3000 درهم الخوت، 60000 ريال. اللي عطيته. شاورتي الدراري، سير شاور وحيد، خليني نتكلم معك على الله. صافي حيد بالك، شدت 6000 عدي، 1000 الخروف. فيهم الكاسر ياك؟ اي فيهم الكاسر. ثنية. كاسر وسنان الحليب الخوت. شو اتجاهه؟ تبارك الله، الله يبارك الخوت. هادو راه قد خديتهم الخوت من عندو، عطيتو 500 درهم. ياك هما اجا خويا، ياك هما ب 59، شحال عطيتك ديال الرباح؟ 500 درهم. بحال ولاو عليا ب 60 وفوقهم 100 درهم ياك؟ ياك 50 درهم اللي شديتو لمولاهم ياك؟ فوقهم 3000 فوق 60، بحال 60 و 500. اي الله يحفظك، خديتهم ب 60 و 500 الخوت، 3025 درهم. الثمن زوين هادو، عجبوني الخوت، راه باغي نديهم للمكازا ان شاء الله للمحاميد، والله ييسر الامور والله يدير الخير. الله يحفظك خويا، الله يكبر بيك. حنا راه تنقولوا داكشي اللي كاين، تنبارطاجيو مع الناس داكشي اللي كاين، باش شارين باش شاري. والرزاق الله. ملاح العبدي، ملاح والعبدي، لا ملاح. لا حد شو نجي عندك، الله يحفظك. عطيتك اش عطيتك دابا ديال العربون؟ صافي يلاه شو نجي عند خويا، الله يحفظك الله يعزك. خويا عبد الله كدير بخير؟ شحال هذا ما بقيناش هناك خويا. تنجي عندك بعدا، ما كاين، راه السوق راه السوق راه السوق المليح. الله يبارك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، تبارك الله على الخير هذا اللي خديتي، تبارك الله. كاسر هذا تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. وهذاك الوسطاني تبارك الله تا هو راه خير، تبارك الله. اييه الله يحفظك، ندوزهم واحد واحد ياك. الله يحفظك خويا عبد الله، الله يبارك، تبارك الله. خويا عبد الله شحال الثمن؟ مليون و10، لكن المليح 10500. الله يبارك تبارك الله، 10500 درهم الخوت، ولكن كاين المليح. هذه راه سلعه ملكيه هذه السي عبد الله، تبارك الله. هذه راه ما كاين لا نوك لا والو، ولكن شي حاجه خليني. ها الله يبارك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الله يبارك الخوت، تبارك الله، اللهم بارك. الله يعطيك الصحة ودي عبد الله على هذا الخير، تبارك الله. المليح 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 الخوت، الله يبارك. لا سلعة سلعة، توب وزين وكل شيء، تبارك الله تبارك الله. اي دير اخويا عبد الله يوزنها العرض بيا، قوم بيا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله. ارى الاخر، ارى زيد زيد السي عبد الله، زيد الله يكرمك، زيد تبارك الله. الله يعطيك الصحة، تبارك الله على خير، تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك الخوت، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. رباعي هذاك، طلع الرباعيات هذا الخوت، اللهم بارك. السقيطه تبارك الله، الله يبارك. راشي الوقفه ديال شي عجل، تبارك الله، الله يبارك. طاره وطوناج، الله يعطيك الصحه بلاتي يا عمي، الله يحفظك، تبارك الله. الثمن نفس الثمن بحال بحال، 10500 هو هذا الخوت اللي يطلب فيه عبد الله، تبارك الله. خوت ثلاثه، تبارك الله،
الله يبارك، الله يبارك، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخوت. الله يبارك، بارك الله، بارك الله، الله اكبر، الله يبارك. ارى راسي عبد الله نجار، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. لا لا كاين المليح، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة. البادر، البادر، بارك الله، الله يبارك، الله يبارك. الخوت راه شي حاجة ملكية، سلعة ملكية هذه الخوت، الله يبارك. السلعة راه قليلة في السوق الخوت هذه. الفاصل قداش تبارك الله ديال الحولي، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. لا لا كاين المليح، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. وشو السوق تمر المليح قليل، الله يرحم الوالدين، الناس اي خير موجود ولكن المليح قليل في السوق، الله يرحم الوالدين. حال السلعه راه قليله في السوق، بارك الله على خير. باش ما كله يمشي على قد جهده، اللي بغى يعيد ب 1500، اللي بغى يعيد ب 2000 درهم، كله على قد جهده. داكشي الله يرحم الوالدين، بارك الله. هذه راس العمالك هي الخوت، راه ديال الناس العشاقه اللي عينهم كبيره تبارك الله، اللي ما ضرب حساب اللي ما ضرب حساب على راسه. خيشه وكبه خيشه وما جاب، الله يعطيك الصحه. مليون و10 عاد خلينا النيميرو خويا عبد الله، قول خويا النيميرو. 06 72 94 22 80. الله يحفظك خويا. لا كاين المليح، كاين قل من الثمن هذا ياك. اي لا جي خويا، هذا خويا تا هو شحال عبد الله؟ 8000 درهم، 160000 ريال، كاسر ولا رباعي؟ ستاتي، تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. هذوك تا هما؟ ديالك هذوك تا هما عبد الله؟ لا لا خير تبارك الله، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، بارك الله، بارك الله. هذا تا هو خويا عبد الله؟ 7000 درهم، 140. تيقولوا لنا واحد الكلمه، تيقول لنا عبد الله ديما تمشي عنده عند الثمن، ولكن تنقول لهم راه كاين المليح. ها؟ السلعه اللي ما دايرهاش. حاجه دوريجينيه، حاجه ميطاسيه. لا الله يعطيك الصحه. راه انت راه قميجه ما بحال قميجه. في الثمن. الله يرحم الوالدين. الله يعطيك الصحه. عبد الله خويا الله ييسر الامور، تحياتي خويا وعواشر مبروكه، الله يحفظك، بارك الله، الله يبارك. نعجه مليحه ديال خويا. الثمن شحال مرضي؟ شحال؟ 19 950 درهم، تبارك الله. والسنه مرضي الوالدين؟ ثلاثه ولا اربع جامعات. 19000 ريال الخوت، 950 درهم، الله يبارك. النعجه رخيصه دابا الخوت، طايحه في الثمن، الله يكون في عون مواليها، بارك الله. اجي في السنه اللي قلت ستاتيه فرفر السنه المرضي. دخلنا النيميرو، دخلنا النيميرو رباعيه الخوت، راه ثمن زوين هذا الخوت، بارك الله، الله يبارك. هلا مليح كالي. دخل النيميرو، قول خويا. النيميرو عيط لك شي واحد من المشاهدين. 06 01 01 37 37 54 54 42 42. السكنة هنايا، هنا في قيم صالح. الله يحفظك خويا، تحياتي، الله ييسر. تبارك الله، الله يبارك الخوت. هادو راه قد خديتهم الخوت من عندو، عطيتو 500 درهم. ياك هما انت خويا، ياك هما ب 59، اش عطيتك ديال الرباح؟ 500 درهم. بحال ولاو عليا ب 60 وفوقهم 100 درهم، ياك؟ ياك 50 درهم اللي شديتو لمولاهم، ياك؟ فوقهم 3000، فوق 60، بحال 60 و500.
اي الله يحفظك. خديتهم ب 60 و500 الخوت 3025 درهم. الثمن زوين هذا، عجبوني الخوت. راه باغي نديهم للمكازا ان شاء الله المحاميد، والله ييسر الامور والله يدير الخير. الله يحفظك خويا، الله يكبر بك. تاعنا راه تنقولوا داكشي اللي كاين، تنبارطاجيو مع الناس داكشي اللي كاين، باش شارين باش شاري والرزاق الله. املاح العبدي، ملاح والعبدي الملاح. لاحظ شو نجي عندك، الله يحفظك. عطيتك اش عطيتك دابا ديال العربون؟ صافي يلاه شو نجي عند خويا، الله يحفظك الله يعزك. الحبوب ولا كانت شي حاجه تجي لك. وهادو الخوت راني خديتهم ب 43 ياك، شحال بعتي لي يا عمي؟ ياك كسيبه ديالك انت. اي والله رحم الوالدين. هادو 43 هادو ان شاء الله سلعه الدراوش ان شاء الله نسخر له. الله يبارك. 2150 درهم الخوت 43. وهادو هما اللي خديت ب 60 و500. ها هي خويا عمر. واه الله يحفظك خويا عمر. ندير عمر كي جاك السوق اليوم عمر؟ المليح فيه الثمن. ايوا راه حنا عرفتي دخلنا السوق مع الثلاثه ديال الليل. والله الا دعقنا السوق، والله العظيم الا دعقنا السوق. حنا ما كرهناش الاخوان، راه تنضاربوا ثاني وبنشريو ثمن زوين. اي والله يسر الامور. لا مليحه هذيك فيها التقليب طايبه تبارك الله. هادو هما ديال 43 الخوت 2150 درهم. باش دينا مع شحال كانوا عطاوك؟ 3 ونص. راه بحال هذيك 500 راه السوق اللي حيد لك، ما حيدتهاش لك انا. لا ما حيدت لك يا عمي. يا المركز منين منين يا عمي؟ من الغرات فقرة. هي السبت جاي قريب خريبكه. هي الله يحفظك مشرفين. السلعه زينه ديال الفقرة. السلعه ديال الفقرة زينه. المركز تبارك الله. الأرضية ديال البلاد. ها المرقد ديالها منين المرض ديالي؟ المرقد ديالها قلت القلعة سراغنا. هي الله يحفظك. والثمن شحال قلتي لي؟ شحال قلتي لي الثمن؟ 22 تطلب؟ اه. والسنة جايرة؟ السن كاينة جموع، كاينة شتاتية، كاينة رباعية. السن مينونج؟ السن هو راه باقي عندنا السن دوريزينا ياك. هي الله يحفظك. رباعية. رباعية هذي 22 جاي تطلب فيها. 1100 درهم. كل مليحه. لا مليحه تبارك الله نقيه. الله يبارك. على 22. شحال من راسيه؟ فوره ملكه. شحال من راسيه المرضي؟ 24 راس. لا باقا صغيره، كاينه رباعيه، كاينه سداسيه الخوت. الله يبارك تبارك الله. الله يبارك. مشيو اتجاه اخر، الله ييسر امور الخوت. تحياتي لكم الخوت، عواشركم مبروكه. بارك الله، الله يبارك. شحال اوليدي شحال الثمن؟ سول باباك سول باباك. ما تزوطيش ما تزوطيش ما تكذبش ما تكذبش. شحال؟ عطوني 27. 27 نيت. ثمن زوين هذا الشرقي. 27350 درهم. قال لي اش الارخا؟ عطوني 27. ولكن ما سالكش. تطلب 32. ما شرحوا الاخوان الله يرحم والديك. قال لي 27 سي مصطفى. قلت له ودي راه ثمن زوين هذا. اييه دابا القارات ديالو هو اللي بنا فيها هذاك الشيء. الله يحفظك ودي سي مصطفى. الله يكبر بك. 1350 درهم الخوت اللي عطاو السي الشرقاوي، هو تيطلب 32600 درهم. صليعه نقيه مليحه كاليتي الخوت. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. الله يبارك مليح الخوت. هذا هو البيض البلدي الخوت. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. ما
الله يسرك خويا الشرقاوي، الله يعزك، تحياتي ليك. مرضي كدير لاباس عليك، راك عزيز عليا نتايا، فيك المعقول نتايا الصراحه، الله يكرمك الله يحفظك. الخير شحال؟ 45000. هذا المشرى ولا 23000. هذيك 15، دابا هي طاحت ب 5.5. هادو 74000. الثلاثه الثلاثه ب 74000 خو 3700 درهم الثلاثه. الله يبارك. هادو ب 46000. اييه 2300 درهم هاد الجوج هادو الخوت. وهادو راه خدناهم ب 49. الله يعطيك الصحة، راه باش تقول لي نيابة المعقول عندك. هادو شحال؟ خدناهم ب 49 بعناهم ب 49. أييه. وتباعوا ب 4000. بحال ولاو 53. أييه. 2000 و شحال 53. 2650 درهم باش ولاو. الله يبارك. وهاد السلعة هادي اللي فيها القطران؟ 15 الراس ب 26. أنت اللي بعتي لي خو الشرقاوي. هاد الشاهد كاين قول لي هو مولاه. لا ما كاين مزاح، الله يعطيك الصحة. لا الله يحفظك. لا مرحبا بالخوت، واللي بغى شي سلعة هذا الأخ هذا راه في كاين المعقول سبحان الله. لا ضروري تخلينا النيميرو. أخويا النمرة 06 22 41 21 دوبل 0. مرحبا، مشرفين. السكنة فين؟ اثنين بني خلوف. شوية؟ بني مسكين. بني مسكين بني مسكين. اثنين بني خلوف. بني خلوق. بني خلوق بني خلوق. ما بين البروج وكيسر. أيوة مرحبا. الله يحفظك. أيوة. الله يعطيك الصحة. مرحبا. تشكرك بزاف. شكرا. الله يحفظك خويا. الله يعزك وعواش مبروكة. كما تشوفوا الإخوان 1300 درهم باش خدات السلعة هذه في القطران. الله يبارك تبارك الله. ثمن زوين هذا. والله يدير الخير الخوت. الله ييسر المرضي. أمين أخو مصطفى. تحياتي. تبارك الله الله يبارك. هذا الكسابي الخوت اللي بيخلي له ورا العيد كاليتي هذا تبارك الله. يونس خويا كيداير بخير. الله يحفظك خويا. شحال خويا؟ 34. تبارك الله 34 الخوت 1700 درهم. كاليتي الخوت ديال الكسابي هذا تبارك الله. ولم ديال الفقيه بن صالح راه احسن مرقد واحسن سلعه. اللي تدير حولي مزيان مليحه راه هو الفقيه بن صالح الخوت. احسن من السراغنه واحسن من بني مسكين. الصراحه ديال الله الخوت. السلعه اللي خديت من هنايا من الفقيه بن صالح من تادله وبعتها للناس المتتبعين. حمرت لي وجهي معاهم الصراحه ديال الله، دارت غنم جيده. والله يسر خويا يونس. تحيه لك السي مصطفى، عواش مبروكه. بارك الله الله يبارك. الثمن شحال ولد العم؟ قلت لي 59 المشرى. واش عطيت كذا؟ عطيتني 50 درهم. في الراس واه. عطيته الله يحفظك خويا، بحال 3000 درهم اللي عطيته الخوت هذو، راه باغي نديهم ان شاء الله للمكازا هذو المحاميد ان شاء الله. الثمن راه كاين وحنا راه ما كرهناش. بحال 3000 درهم الخوت، 60000 ريال. اللي عطيته. راه شاورتي الدراري، سير سير شاور وحيد، خليني نتكلم معك على الله. صافي حيد بالك، شدات السلاف عدي، ألف الخروف. فيهم الكاسر ياك؟ اي فيهم الكاسر. كاسر وسنان الحليب الخوت. شو اتجاه اخر؟ تبارك الله. ابو محمد كدير لاباس عليك؟ اليوم كي جاك السوق ديال الفقيه بن صالح؟ السلعه داخله. الثمن كاين، الشاري ما كاينش قليل، الشاري قليل، الشاري قليل. السلعه شحال عطاوك فيها؟ شحال رحل؟ 87. 87 وصلوا معاكم؟ تبارك الله. 87 الخوت 4350 درهم. سنان الحليب والثنين والعار. سنان الحليب والثنين. الحبوب ما كاينش. نعم هذا راه هذا راه ثنين. هذا كاسر. اي الله يكرمك. قاعدين نتقدم معاه. الله يثني هذا. تبارك الله الله يبارك. مليح الخوت 87 تبارك الله. الله يبارك. 4350 درهم الخوت 87000 ريال. مليح. الله يهدى تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. والله يسر الرحالي. دخل النيميرو. تقول النيميرو ديالك؟ يلاه الله باغي تجي تنعس. ياك؟ باغي تجي الكازا ان شاء الله.
اي والله يسر الامور الله يعاونكم. ختموا لكم بهذا الفيديو الخوت، الله يسر الامور، الله يدير الخير، وتحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. والسلام عليكم الخوت. الله يحفظك خويا محمد، الله يسر، الله يعاون.